المركز الخامس هو مخلص لهادي بن سالم بن محمد الفهيدة المري. والله قال لي المخرج المركز الرابع المستشار بالفعل. شكرا للمخرج المميز المتابع. تهانينا والناموس لمالكي عالي على هذا الفوز. تهنئة لابن جبران انطلق على بركة الله ثالث الأشواط وشجاع العتيبي. شكرا مطلق العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدين الكرام في كل مكان، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير. من هنا من على ارضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الاصيلة، انطلق شوطنا الثالث للقاء الابكار وشوط الرئيسي للعمانيات. انطلقت الاسماء والشعارات على ارضية ميدان التحدي. اتقدم مباشرة مع المركز الاول مياسة. من تنطلق على اول الاسماء؟ مسعود بن سعيد بن سالم الف هيد المري يقدم لنا مياسة على اول الاسماء. مبعدة تحل في مركز الوصافة. مبارك بن محمد بن ضابط الدوسري من يتقدم مع مبعدة على ثاني الاسماء. المركز الثالث الوصول والانطلاق والتغيير من شعار العمدة. من يقدم لنا مصيحة؟ عبيد بن حمد بن بريك المري يقدم لنا مصيحة مع المركز الثالث. المركز الرابع الانطلاق من جم راشد بن مسعود بن جابر. بن مسعود يتواصل في هذه اللحظات مع جمرة. المركز الخامس وصل شعار بن طريبيل مع عوايد علي بن محمد بن ناصر آل بريد المري. من يتواصل مع عوايد وشعار خبير المضمرين ينطلق مع هذا الاسم وهذا الشعار. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدين مشاهدينا الكرام للخمسة الأسماء الحاضرة والمندفعة على أرضية هذا الميدان مع الشوط الرئيسي للعمانيات. نعود مع شعار العمدة، نعود مع شعار العمدة. من يتقدم مع مصيحة؟ مصيحة مع أول الأسماء بشعار عبيد بن حمد بن بريك المري يقدم لنا هذا الشعار التاريخي على أول الأسماء. المركز الثاني الوصول والانطلاق من جمرة. راشد بن مسعود من يقدم لنا جمرة؟ راشد بن مسعود بن جابر بن مسعود، ولكن هنالك مياسة. مسعود بن سعيد بن سالم الف هيد المري تنطلق مع ثاني الاسماء وجمرة مع المركز الثالث. المركز الرابع يصل شعار الهادي مع رابع الاسماء مقدما لنا محبة. سعيد بن عبد الهادي الشهواني يقدم لنا محبة مع رابع الاسماء. المركز الخامس مع ضو، هنا شعار بن مسعود يقدم لنا ضو. اسمين في هذا الشوط، اسمين في هذا الشوط مع شعار بن مسعود مقدما لنا ضو وايضا جمرة في شوط العمانيات. ولكن العودة، العودة الى الصدارة، العودة الى الريادة، الى الانطلاق الاول من قبل مصيحة عبيد بن حمد بن بريك المري ينطلق مع اول الاسماء. المركز الثاني مياسة، وصلت مياسة في هذه اللحظات، غيرت مع اول الاسماء واول التحديات. هنا مياسة بشعار مسعود بن سعيد بن سالم الف هيد المري على اول التحديات. المركز الثاني مصيحة بشعار عبيد بن حمد بن بريك المري مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من محبة بشعار الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني ينطلق مع محبة وشعار البريدي. مع المركز الرابع منطلق مع عوايد علي بن محمد بن ناصر آل بريد المري. المركز الخامس غاية.
راشد بن فرج بن صالح العويره المري يقدم لنا غاية في هذه اللحظات، ولكن العودة ما بين مياسة ما بين مياسة وما بين مصيحة ما بين مياسة وما بين مصيحة، ولكن الهادي 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 لا هدوء يا الهادي، انطلق مع محبة انطلق مع محبة، انطلق الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. يا سلام يا سلام يا محبة يا محبة يا محبة، تنطلق مع أول الأسماء، المركز الثاني مصيحة، المركز الثالث الوصول من الشحانية محمد بن مبارك بن محمد الهاجري يقدم لنا الشحانية. على المركز الثالث، المركز الرابع هنا مياسة، والمركز الخامس شعار بن حفيظ مع الزبارة، ولكن العودة إلى شعار الهادي إلى شعار الهادي بدون أي أوامر، عصاتها في بطانها تنطلق بهذا الأداء التلقائي بهذا العرض المميز بهذا الأداء الكبير. محبة 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 مع شوط العمانيات مع شوط العمانيات، وصل بن طريبيل وصل بن طريبيل مع المركز الثاني، ولكن محبة وشعار الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. تهانينا وألف مبروك لمالك محبة سعيد بن عبد الهادي الشهواني المركز الثاني. شعار بن طريبيل مع ثاني الأسماء من قدم لنا في هذه اللحظات، عوايد علي بن محمد بن ناصر آل بريد المري المركز الثالث، الشحانية محمد بن مبارك بن محمد الهاجري المركز الرابع، غاية راشد بن فرج بن صالح المري المركز الخامس، كانت مصيحة عبيد بن حمد بن بريك المري. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام لمالك محبة سعيد بن عبد الهادي الشهواني من انتزع شوط العمانيات في هذا الصباح. تهنئة للهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار والأداء المميز في هذا الصباح وفي هذا المحلي الأول للتوقيت الزمني 6 دقائق 18 ثانية 99 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني كان شعار بن طريبيل مع عوايد علي بن محمد بن ناصر آل بريد المري 6 دقائق 19 ثانية 84 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث الشحانية محمد بن مبارك بن محمد الهاجري 6 دقائق 19 ثانية 90 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.